الذي وقع أنه في المرافعات الأولين تعرض توفيق بوعشرين لسب مباشر وإهانات مباشرة. الدفاع ديال مطالبة الحق المدني ما مشاش يعني في مناقشة الأفعال وربطها بالقانون وترتيب الجزاء وكذا، لا مشاو تسبوا فيه الوحش المستهتر المجرم. هذا الأمر يعني استفز توفيق بوعشرين، ونبه المحكمة أن تشيلسي تعرض له راسي جدا. للأسف الدفاع تمادى وتطاول ما انتبهش، عاد من بعد ولا تيرقعوا. توفيق بوعشرين انتصارا لكرامته باش تهربش من المواجهة، ولكن ما يتعيرش، قرر أنه ينسحب إلى حين تكون المرافعة الدينية بالعامة. اليوم توفيق بوعشرين قرر أنه ينفذ الانسحاب ديالو. عندنا القانون المسطرة الجنائية يقول إذا رفض المتهم الموجود بمقر المحكمة الحضور أو تعذر عليه ذلك يوجه إليه الرئيس إنذارا بواسطة عون من القوى العمومية يسخره الوكيل العام لذلك. إذا هذه العملية تنفذت، مشى عون نبهه نضرو توفيق ما بغاش يمتثل، تتقول المادة فإن لم يمتثل المتهم الإنذار جاز للرئيس، هذه هنا في كاين الخلاف، جاز للرئيس في الحالة الأولى أن يأمر بإحضاره للجلسة بواسطة القوى العمومية. إذا هنا هذا جواز، يعني هذه إمكاني للرئيس، ماشي وجب على الرئيس، ماشي يجب على الرئيس، جاز إلا بغى. الرئيس ارتأى أنه ما يطبقش إحضار بالقوى العمومية لأنه بغى يدوز المحاكمة تدوز بطريقة هادئة. انتقل الفقرة الموالية أو الجملة الموالية، يمكن للرئيس أن يأمر بمواصلة المناقشة في غياب المتهم وفي جميع الحالات. إذا مشى لهذه النقطة هذه، إذا هو تطبيق سليم للمادة 423. هما شنو يقولوا؟ تيقول لك لا بالزمن خصو يحضروا، لا راه عنده جواز، عنده جاز له. وضافوا واحد العنصر غريب لا علاقة له البتة بالقانون، يقولون أنه إلا ما امتثلش وما حضرش بالقوى العمومية يمنع من جميع الجلسات. فينا ها القانون المسطرة الجنائي يجبدوها لنا، قال لك يمنع إلا ما حضرش هذه يمنع من جميع الجلسات، لا ما يمكنش. هذا حشو وإضافة للقانون يعني لا علاقة له بالقانون. فالرئيس يعني طبق المادة تطبيقا سليما تحت الضغط ديال الدفاع ديال مطالبة الحق المدني، اضطر إلى الاختلاء مرة أخرى. حنا تنتسناو الله اعلم، ولكن باش تعرفوا الحقيقه راه توفيق بوعشرين ماشي تهرب، توفيق بوعشرين وجه رساله انهم يرافعوا في القانون ما يرافعوش في شخصه، هو الاصل هو البراءه، فهمنا؟